مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. النشيد الوطني لأستراليا. ها هي البداية إذن. كرة إلى الأمام. تغيير لاعب على الأجناب، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هجمة مرتدة الآن. كرة طويلة للأمام. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. موي. موي. كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. موي. موي. لمسة على اليسار. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. موي. كرة من جهة اليمين. والتسديد. تبادل جميل الكرة، تحكم رائع، ولكن في الأخير بدون أن يسجلوا. يلعب كرة على اليسار. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تسديدة في اتجاه المرمى. جول لأستراليا.
ويسجلون الهدف الافتتاحي. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. تحرك يلعبها ببراعة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كم يعلن نهاية الشوط الأول، لم يحرزوا أهدافا بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوء الحظ اللي كان يواجهه. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. أوزباكستان لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد، ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. آرون موي كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. لمسة داخل منطقة الجزاء. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. مرت الكرة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، اختبار صعب جدا على الحارس، يدرك جيدا انه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. يلعب كرة طويلة، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. يبعدونها، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. كرة طولية من الحارس، تلعب الكرة إلى الأمام،
تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. حصلوا على رمية جانبية، عدت الكرة، تمريرة جميلة، كرة لا فرصة للتسديد. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد، ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم، بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، كان معكم فهد العتيبي.